دكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بنرحب بيك في بوابة. أهلا وسهلا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك شايف النهارده المؤتمر بيمثل أهمية للاقتصاد المصري؟ لا يعني مهم جدا، مبادرة مهمة جدا من مؤسسة محترمة جدا كلنا بنحترمها وبنقدرها، مؤسسة أخبار اليوم، ومن زميل عزيز الأستاذ ياسر رزق والأستاذ محمد الهواري وكل المجموعة الرائعة القائمة على الإعداد لهذا المؤتمر بهذا الحجم. الحقيقة مبادرة مهمة، الحكومة بتنتهزها فرصة انها اولا يعني بتعرض فيها كل الخطط والرؤى في المجالات المختلفة على صعيد السياسات، سياسات الاستثمار، السياسات المالية، السياسات النقدية، سياسات المحافظ البنك المركزي بيتعرض ليها ان شاء الله بالتفصيل على المستويات القطاعية في الطاقة وفي الزراعة وفي الصناعة وفي السياحة وفي الاتصالات ومختلف المجالات هيتم استعراضها. هنشتبك فكريا مع كل السادة الحضور من ممثلي المجتمع الأعمال والقطاع الخاص والإعلام والقطاع المجتمع المدني والخبراء، بحيث إن شاء الله يعني نبدأ نطور، ناخد ملاحظات، مقترحات، توصيات، نطور من الخطط والسياسات بتاعتنا، عشان إن شاء الله كمان إحنا بنحضر لمؤتمر أكبر اللي هو المؤتمر الرئيسي اللي هيكون في فبراير إن شاء الله، قمة مصر الاقتصادية في فبراير 2015. فإن شاء الله بحلول بقى فبراير 2015 وبالاستفادة من نتائج هذا المؤتمر أعتقد إن شاء الله نحقق نتائج كويسة جدا بإذن الله. بالنسبة لخطة التنمية المستدامة 2030، وزارة التخطيط وصلت لحد فين فيه؟ احنا قطعنا فيها شوط مهم جدا الحقيقة. احنا اولا يعني لأول مرة احنا ادينا القيادة بشكل واضح جدا للمجتمع المدني وللخبراء في قيادة العمل اللي موجود. احنا قطعنا شوط مهم، احنا بدأنا في يناير 2014 وان شاء الله بننتهي في ديسمبر 2014. النهاردة الاطار والرؤية الاستراتيجية والمحاور التنموية اللي هي الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء في كل محور من محاوره، دي جديدة على فكرة ان احنا مش بس نحط هدف استراتيجي لكن بنقول ازاي هنحققه، مش بس اقول ان انا عايز اوصل لأحسن 30 دولة على مستوى التنافسية لكن اقول هوصل لده ازاي وايه المؤشرات القياس اللي انا حاسب بيها وهقيم بيها الاداء. هي معروضة دلوقتي في على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط ومتاحة للناس كلها بحيث يحصل عليها يعني تداول ومناقشات وكده، بحيث تساعدنا ان شاء الله في تطويرها بشكل كبير، هتبقى مكتملة بإذن الله على ديسمبر إن شاء الله. سؤال أخير بالنسبة للمشروعات المستقبلية اللي الوزارة إن شاء الله يعني بتدرسها أو بتحاول إن هي تنفذها في الفترة المقبلة. إحنا عندنا عدد كبير من المشروعات، سيادة رئيس الجمهورية أطلق عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، نتكلم على قناة السويس. إحنا يعني طبعا سواء قناة السويس الجديدة أو التطوير المنطقة قناة السويس كلها، الساحل الشمالي الغربي، المثلث الذهبي، سينا بإذن الله، يعني الوادي الجديد، عندنا عدد كبير من المشروعات القومية اللي بدأنا فيها، مش بس مشروعات قومية لكن كمان إصلاح تشريعي، عدد كبير من القوانين والتشريعات اللي محتاجة تعديل ومحتاجة مراجعة شاملة إن شاء الله برضو خلال الفترة اللي جاية، يعني اللجنة التشريعية اللي كلفها وأصدر بها قرار السيد رئيس الجمهورية، ودي كانت من أول الحاجات اللي يصدرها الحقيقة بعد تولي المسؤولية. رسالة واضحة جدا إن إحنا حاطين إيدينا على المشاكل وإن شاء الله عارفين الحلول وماشيين في الطريق السليم بإذن الله لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري في قدرته على التعافي والنمو، وان يرجع للمعدلات الطبيعيه للنمو والتشغيل، لان هو ده التحدي الكبير. لكن تاني انا يعني دايما بقول ان انا مليء بالتفاؤل، ولكن التفاؤل الحذر، التفاؤل اللي هو يعني عندنا امل وعندنا فرص كتيره قوي، بس محتاجين نشتغل اكتر ونبطل كلام شويه ونركز في العمل علشان نبني بقى البلد خلال الفتره ان شاء الله. معلش حاجه اخيره، تحب تقول ايه للمستثمرين؟ كلمه توجهها للمستثمرين. لا ال- 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 الاستثمار تعريفه البسيط هو رهان على المستقبل، فإذا كنت بتراهن على المستقبل أنا يعني أعتقد وبلا أي تحيز أن مصر هي الرهان الناجح بإذن الله للمستقبل. مصر قادمة وقادمة بقوة شديدة على كل الأصعدة، احنا ماشيين في الطريق الصحيح على الصعيد السياسي، على الصعيد الأمني الحمد لله الأمور أحسن كثيرا، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عندنا خطة إصلاح واضحة الملامح بدأنا تنفيذها بالفعل، على صعيد الإصلاح الإداري عندنا خطة واضحة للإصلاح الإداري ومركزين فيها. فأعتقد إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية مصر هترجع تاني تستعيد مكانتها اللي هي اللائقة بيها. فأنا بشجع كل المستثمرين
إن شاء الله مصر هي المكان الأكثر أمانا والأكثر جاذبية بإذن الله للاستثمار خلال الفترة الجاية، مش بس بالكلام ولكن بالأفعال، بالفرص اللي موجودة، بالموقع الهائل، بالاتفاقيات، حجم الاتفاقيات اللي داخلة فيها مصر مع كل دول العالم، الأسواق الكبيرة اللي بتفتحها. فإحنا يعني مركزين جدا، صح عندنا بعض المشاكل في إطار التشريعات والقوانين، هو ده اللي احنا شغالين عليه بشكل واضح خلال الفترة الجاية. عندنا الطاقة، قضية الطاقة بشكل واضح ازاي هنفتح الأبواب على يعني واسعة للاستثمار الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية تحديدا. فمرة تانية ان شاء الله بكرة افضل بكتير بإذن الله المسلم. شكرا دكتور.